السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من سفاري. سفاري لليوم جاب لكم أكلات متنوعة، رح نعمل أكلة خفيفة، أكلة سواحلية، البامة بزيت، أكلة أهل الساحل، كتير طيبة وكتير خفيفة. رح نعمل راس النعناع لمحبين اللحم، ورح نعمل لمحبين الحلو فطور حلبي، مامونية وشايبيات. يلا معي على المطبخ لتشوفوا أطباقنا لليوم كيف رح نعملها مع بعض. يلا على المطبخ. اليوم اكلاتنا خفيفه طيبه كتير، قلت لكم رح اعملكم البامه بزيت، اكله بيعملوها اهل الساحل اكثر شيء. البامه بزيت مكوناتها وحده اللي هي البامه والطماطم والثوم وعصير الليمون او دبس الرمان، هذا الاساس فيها. تختلف من مدينه لتانيه، ناس بحطوا لها كزبره خضراء، ناس ما بحطوا لها، ناس بضيفوا بصل، ناس ما بضيفوا، هي خيارات كل مدينه شلون متعودين اهلها يعملوها. رح اعمل اكل التحليه طيبه كتير، هن النوعين بيمشوا مع بعض، المامونيه والشعيبيات، قصه تاريخيه وعن جد قصه تاريخيه، رح اقلكن ليش اسمها مامونيه. رح نعمل طبق رئيسي اللي هو راس النعناع، طبق كتير خفيف لكن بينعمل باللحم لمحبين اللحم. اول شيء رح ابدا فيه هو البامه بزيت. البامه بزيت رح استعمل عندي بامه هون، وهي البامه بامه مفوره، يعني نحن منجيب البامه الخضراء بوقت البامة بالصيف، مننظفها، منشيل القمع تبعها هذا من فوق، بعدين بشوية مي وملح ورشة سكر صغيرة منحطها، منغليها غلوة غليتين، بعدين منصفيها كتير منيح وبتدخل على الكونجيلاتور. وقت اللي بدكم تستعملوها بترجعوا بتطالعوها. هلأ أنا اليوم بدي أقلي البامة مثل ما بنقلي البطاطا، ممكن ما تقلوها، لحتى اللي ما بيحب الدسم كتير ما يدخلها بالزيت، ممكن ما يقليها هالطريقة، يقليها فورا مع الثوم والبصل، هذا حسب كل واحد كيف بحب، لكن أنا بحب إنه أقليها. مشان هيك نشفتها كتير منيح من المي اللي فيها. أول شي رح أعمله عندي هون الزيت لسه ما حمي منيح، رح أستنى عليه شوي. رح نجيب البصل والملح، وعندي رشة فلفل أسود. منجيب البصل ملح، وما رح اضيف لها ابدا اي نوع بهارات تانية، بكفيني رشة الفلفل الاسود. جيب السكين، نقطع البصل جوانح، بدي اجيب مقلة، هاي المقلة بس بدي اقلي فيها البصل والثوم، وبعدين بس اضيف البندورة، رح استعمل قدرة. نقطع كم حبة ثوم لبين ما تسخن المقلة، نحط لها الزيت. انا ما بحب الثوم المهروس هون بهي الاكله، بحب استعمل الثوم يكون هيك. ممكن تحطوا كم حبه ثوم صحاح. نجيب الزيت، زيت الزيتون، بسم الله. نحط حبه بصل، نشوف تحت هون. خلص حمي الزيت عندي هون، رح انزل البامة، بسم الله. you
ما بدنا نقليها كتير، نقليها بس شوي. ننزل البصل هون، والبصل لبين ما يتدبل شوي لحتى انزل الثوم. البامه اذا تقلت شوي عندي بدي اطالعها، خلص ما بدي اياها تتقلى كثير، بدي اياها بس هيك انه تتحمر شوي وتاخذ قرشه طيبه. خلاص تمام هيك. هلا لو كانت البامه خضراء ما راح تطالع لي كل هالتفاعل مع الزيت، بس هي البامه لانه فيها شويه مي من جوا، قد ما نشفناها يعني لسه فيها شويه مي، مشان هيك طرطش الزيت عندي شوي. فانتبهوا وقت اللي بتكونوا عم تقلوها. بدي اشيل الزيت من هون لعارف اشتغل منيح. بسم الله. نغير ونبدا نقلي. انا وعم بقلي البصل رح ابدا اقطع البندوره، شيل الثوم على الطرف. بدي بندوره حمراء وتكون طايبه شوي لحتى وقت اللي بدي اسوي البندوره تستوي بسرعه عندي وما تضل هيك قاسيه. بدي الموس. البصل بلش يدبل، رح انزل الثوم فوقه. ولحتى البصل ما ياخذ عندي لون رح ارش له رشه ملح خفيفه، ما تكتروا ملح لحتى بعدين البندوره ما تنزل كل ميتها. يعني حاولوا وقت بتكونوا عم تطبخوا بالبندوره اذا بدكم البندوره ما تنزل مي كثير ما تحطوا له ملح بالاول، خلوا الملح للاخير. انا هون حطيت رشه الملح بس لحتى البصل يضل محافظ على لونه ما يتغير لونه. هي حبه البصل اللي قليتها بالاول اللي تاكدت فيها من حراره الزيت حمرت عندي شوي، معلش نقص النار. انا لهي الكميه تبعيت البامه بكفوني حبتين بندوره. بسم الله.
هلا بدي اجيب هاي القدره. بدي انزل فيها البصل اللي قليته هو والثوم. وبدنا نبدا نضيف طماطم او البندوره. بسم الله. انزل هاي المي كلياتها. نحرك شوي. نحط لنا رشة فلفل أسود أو معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. اللي بيحب الكزبرة اليابسة بيقدر يضيف، أو أنا رح أحط كزبرة خضرة بالأخير هيك بس للزينة، لأنه في ناس كتير ما بتحب الكزبرة. هاي الأكلة مثل ما قلت لكم، في ناس بتحط لها كزبرة خضرة، في ناس بتحط كزبرة يابسة وكزبرة خضرة. أنا بحب بس بالزينة هيك أحط رشة كزبرة من فوق. بدي أحط معلقة صلصة واحدة بس لحتى تقلي الخليط. هلأ بدي أضيف البامية. حاولوا ما تحركوها كتير وتنسفوها تنسيف، تنسيف يعني هيك بس، لانه البامه هون عندي مسلوقه فروحها كتير خفيفه. اذا بدكم تقعدوا تخلطوا فيها وتحركوها كتير البامه كلها رح تنهرس. واللي بالشوكه اذا ما بتقدروا تنسفوها او شيء بالشوكه هيك تحريكه خفيفه لحتى تخلوا البامه محافظه على شكلها. خلص نقص النار شوي مو كتير ومنغطيها، وهيك بيكون طبقنا الأول لليوم صار جاهز. راس النعناع الأساسي فيه هي الهبرة أو اللحم الأحمر، أنا حاطته بالبراد. بدي إياه يكون بارد، يعني بدي إياه أنا متقصدة أنه أخلي اللحم بارد. لازم يكون عندكم اللحم بارد، وبدي تلج، بدي أكسر تلج. ليش التلج؟ التلج لحتى احافظ على اللون الحلو للحمه. اول شيء مكونات لقراص راس النعناع، عم نقول نعناع معناها فيها نعناع، الثوم، رشه سبع بهارات، رشه فلفل اكحل، وشويه زيت بعدين بدنا نقلي فيها. وطبعا في عندي اللحم الاحمر. اول شيء رح احط اللحمه. بدنا قطع تلج، منجيب قطعة قماش والتلج عندي سلاحي السري، خلينا اكسره هون لحتى ما يطالع صوت قوي. خلص بس كسروه هيك شوي.
ونبدا نطحن اللحمه تبعيتنا. بس تبدا تنطحن اللحمه بدي اضيف الثوم واضيف النعناع اليابس واضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، طبعا ملح، وبدي اجيب البهارات المشكله او السبع بهارات. بدي احط معلقه صغيره، ما بدي اكتر مشان ما تسود عندي اللحمه. نرجع نطحن. بسم الله. أشوف اللحمة عندي إذا فرمت منيح. خلاص تمام، ريحتها كتير طيبة. هلأ بما أنه عم نقول أقراص نعناع، معناها رح نعمل اللحمة على شكل أقراص. بدي اغسل ايدي، احط المقلة على النار واحط فيها شوية زيت، وبعدين نشتغل بقراص النعناع. نجيب الزيت، شوية زيت بالمقلة، وبدنا نعمل عنا راس اللحمة. بسم الله. الأقراص على حسب كل واحد قديش بحب حجم القرص تبعه. يعني أنا بدي أعمل على شكل دائرة وأعمل أقراص متوسطة، يعني ما بدي إياها تكون كبيرة كتير ولا صغيرة كتير. بعدين اللحمة بس تنحط على النار رح ترجع تكش، فأنتوا انتبهوا لهذا الموضوع. هاي الأكلة أكلة المدللين، يعني اللي بيكون أمه مدللته، مرته مدللته، بدها تعمل له هيك شيء أكلة خفيفة وسريعة بالسهرة، فبتروح بتعمل له قراص النعناع. أول شيء ما بتاخذ وقت معك كتير بالشغل، وتاني شيء أكلة طيبة كتير. بسم الله. هلا اول شيء حاولوا ما تحركوا القرص اللحمه لانه رح يلزق بالطوايه، بس يستوي منيح ويتامر من تحت تقدروا تقلبوه، بس اول ما بتحطوه حاولوا ما تقلبوه ابدا. نقص النار، وهي شرحات لحمه صغيره فما رح تاخذ معكم وقت بالشغل ابدا.
نجيب صحن. نزيد. خلاص هلا هذا صار عندي جاهز اول قرص. انا راح احط عصير ليمون للبامي لانه البامي عندي تقريبا استوت خالصه، فعصره ليمون هيك خفيفه بتعطيها نكهه كتير طيبه. اللي ما بيحب الليمون بيحب يستخدم دبس الرمان كمان ما في مشكله. الطبق الاول جاهز، رح ازينه مثل ما قلت لكم بشويه كزبره على الوش. بدي اكمل شغل راس النعناع، بنروح فاصل وبنرجع وبنبدا بنعمل مع بعض المامونيه والشعبيات. فاصل. رجعنا من جديد، رح نعمل مع بعض الحلويات. حلوياتنا لليوم هي المامونيه والشعبيات. مامونيه وشعبيات يعني عنا ياهن طبقين دائما بيمشوا مع بعض، يعني اذا بده يكون عندنا مامونيه لازم يكون في شعبيات، اذا ما كان في شعبيات رح يكون عندنا جبنه. الجبنه تبعيتنا تمنيت انه الاقي بس ما لقيت هلا، معلش مره ثانيه ان شاء الله تعالى بعلمكم طريقه صنع الجبنه. المامونيه اخذت اسمها من اسم الخليفه المامون اللي هو الخليفه العباسي، تشهك مره انه يعملوا له اكله حلو، فعملوا الطباخ تبعه عمل له هي الاكله وتسمت على اسمه. اسمها المأمونيه من المأمون. نحن بالدارجه وبالعصور وكذا لغوا الهمزه عملوها الف صارت المأمونيه، فهي اكله ملوكيه. ليش؟ لانه فيها مكونات قليله كثير، وانتم تعودتوا علي انه انا دائما بجيب مكونات قليله، هي عباره عن سمن وسميد وسكر ومي. ممكن اذا في ايمق او دسم الحليب هذا اللي بيقشوه من فوق اللي بشيلوه من فوق منزينه بالايمق، بتتزين بالفستق الحلبي والقرفه، بتتاكل جنب الجبنه او بتتاكل جنبها الشعيبيات. انا رح اعمل اليوم شعيبيات، لكن الطريقه اللي رح اعمل فيها الشعيبيات طريقه ستات بيوت، يعني انا بدي اعتبر انه انا حالي مثلي مثلكم. ممكن اعرف اعمل عجينه الشعيبيات وبعملها بالبيت بعجينه الشعيبيات الخاصه، لكن كنحن ستات بيوت بدنا شيء سهل نعمل، فرح اعمله بالبات فيتي او عجينه الرقائق. ليش؟ لانه عجينه الشعبيات هي عجينه عباره من الرق واللف اللي بيلفوها اياه، فبتطلع شعبيات على شكل طبقات وعلى شكل رقائق. نفس المفعول باخده انا من البات فيتي. هي العجينه راح احشيها من جوا بحشو هو القشطه، تعودتوا علي كل مره بجيب لكم نوع جديد من القشطه وطريقة صنع جديد للقشطة. دائما أنا بحاول إنه أبتكر ويعني مثل ما بقولوا إنه أجرب كتير أنواع قشطة. اليوم القشطة تبعيتي رح أعملها بالحليب، وفي عنا هاي القشطة الجاهزة بتنباع بالأسواق موجودة، أنا جبتها بالجزائر وسعرها رخيص مو غالي، ممكن تستعيدوا عنا بالكريم فريش. في عندي نشا، هاي المكونات الأساسية تبع القشطة. أنا لأنه ما بحب نكهة النشا القوية فبحط معلقة نشا معلقة طحين. للزينة رح استخدم السكر البودرة والفستق الحلبي والمسكة. المسكة انا استغربت هون انه ما تستعملوها بالطبخ، نحن بتدخل بأكلنا كتير من السحلب للمهلبية للمحلاية للأشطلية، كلياتهم في شيء هون شيء اسمه مسكة. هاي المسكة بنستعملها عندها ريحة رائعة، انتو هون بتستعملوها بس كمزيل روائح او بتستخدموها
او بتستخدموها بشغلات تعطير كعطور، نحن بنستخدمها بالطبخ، لكن انتبهوا ما تستخدموها كثير لانه اذا كثرتوا منها بيكون مفعول عكسي فبتكون مره. اول شيء رح نشتغل بالقشطه. انا قلت لكم عندنا الحليب، بسم الله، عندنا القشطة واللي هي دسم الحليب طيبة كتير، بدي أجيب الفارينة أول شي رح أعمل القشطة وأتركها على طرف لحتى تبرد لحتى أقدر أشتغل فيها بالعجين. بدي أحط معلقتين فارينة مع معلقة نشا، يعني أنا دائما بحاول إنه أستخدم الفارينة. ممكن تستعيدوا عن الفارينة بالسميد، ممكن تستخدموا السميد بس بدون نشا وبدون فارينة، كل واحد وله طريقته بالشغل. بدي أجيب السكر، بدي معلقة سكر واحدة، هاي القشطة ما في داعي إنه تكون كتير حلوة. لأنه بعدين الشعبيات رح تتاكل جنب الحلو، وبنفس الوقت هي بذاتها رح نحليها بالسكر البودرة. اللي بيحب يحليها بالقطر بيقدر يحليها بالقطر، ما في أي مشكلة. وبرشة مسكة، برشة المسكة رح أخليها للأخير لانه اذا حطيتها من هلا راح تمرمر معي. اخلطهم شوي، كله هذا الشغل لازم يكون على البارد. بدنا نضل نحرك لحتى تتماسك عنا القشطة. نحن عنا أنواع الشعبيات، ممكن يكون في عنا شعبيات بفستق وشعبيات بجوز وشعبيات بقشطة وشعبيات بلبة، يعني في كتير أنواع للشعبيات. العجينة وحدة لكن الحشو اللي من جوا هو اللي بيتبدل، والشعبيات عندها محلات خاصة يعني مختصة فيها لأنه طريقة العجين تبعه وكذا كتير صعبة. في عنا منطقة بسوريا هن المشهورين بالشعبيات أكتر شيء، هي مدينة إدلب وضواحي مدينة إدلب، فالناس بتلاقيهم وقت اللي بسافروا مثلا من حلب للاذقية بكونوا معديين، لازم يعدوا من حلب للاذقية، طريق حلب للاذقية بعدوا على مدينة إدلب، لازم يوقفوا بالاستراحات ويشتروا شعبيات. وهي من الذكريات اللي ما بنساها مع بابا الله يرحمه، كان لازم نوقف السيارة وننزل نشتري شعبيات ناكل وناخد معنا على حلب. بلشت تتقل وتتماسك، خلص تمام. انا هلا بدي اضيف لها المسكه، بنلفها بالنايلون لحتى تضل محافظه على ريحتها، ما تطير منها الريحه الطيبه تبعيتها. وبرشه واحده خفيفه كتير، خلص. نجيب صحن كبير شوي لحتى نفضي فيه القشطة تبرد.
بسم الله. هيك القشطة صارت عندي جاهزة. إذا بدها تطول عندكم فترة طويلة وبتكون تحطوها بالبراد غطوها بنايلون لحتى ما يصير عندها قشرة. أنا هلأ ما رح يعني بدي أشتغل فيها فورا، بس بدي إياها شوي تبرد لحتى أقدر أحشي فيها الشعيبيات، فرح أتركها على طرف وبدي أروح أشتغل بالمامونية. المامونية مكونين أساسيين اللي هنين السميد والسمن. مقلة، شعل عليها النار. بنفس الوقت اللي بدي احط فيه السمنة تدوب بدي اجيب كسرونة واحط فيها سكر ومي. بدي احط السمنة اول شيء، فيها سمن. بيستعملوا السمن الحيواني او السمن البقري او الزبده الحيواني بهي الاكله بالذات. كسرونه بدي اعاير انا بهذا الصحن، بس بدي اجيب السكر بالاول. عندكم عيار المامونيه كاسه سميد، كاستين سكر، 4 كاسات مي، يعني دائما بتضاعفوا. انا لانه ما بحب السكر كتير، ما بحب القطر كتير، فالسكر بحط كاسة ونص، ما بحط كاستين. هاي صحن، لانه عيرت عندي صحن سميد. حواجيكم عيار السميد. بدنا صحن، عندي صحن سميد، وهلا رح اضيف المي فوق السكر. قلنا عنا كاسة ونص سكر، عنا 3 كاسات ونص مي. حطوه على النار خليه يغلي لبين ما نحمص السميد على الهادي. خصوصي السميد، واذا بتحطوه على نار هاديه كتير بكون احسن. منضل منحمصه لحتى تفتح السميده كتير مليح. انتو عندكم اكله قريبه كتير من المامونيه بتقولوا لها الطمينه، اللي بتنعمل وقت اللي المره بتزيد، بتجيب مولود جديد فبيعملوا له الطمينة، بس بيتحمص السميد لوحده بدون لا سمن ولا زبدة. بلش السميد عندي هون ياخد لون ويتحمر. بدي انقل هون السميد على نار واطية واحط السكر والمي على نار عالية كتير. بدي اياه يبلش يغلي، لانه بدي لبين ما اخلص تحميص السميد يكون المي والسكر عندي بلش يغلي وجاهز يكون قطر. مثل ما قلت لكم اللي بحبها تكون انه لونها كاشف اشقر،
او ذهبي فاتح بيقدر هون بهي المرحله يضيف المي والسكر. انا لا بدي اياها لسه تحمر اكثر من هيك. هذا السميد اخذ اللون اللي بدي اياه. هلا رح اطفي على المي والسكر، بدي انزله فوق السميد، بس انتبهوا نزلوه شوي شوي لانه راح يطرش، يعني عندكم دسم وعندكم السميد حار كتير والمي حارة فلازم ننتبه. عندي الكسرونة سخنة، بسم الله الرحمن الرحيم، اول طرشة بس. خلص بدي احركه تحريكه خفيفه وارجع على نار عاليه، بس بدي اياها تغلي غليه والثانيه، بعدين بدي انقص النار تحتها اخليها كمان تغلي لها شي غليتين ثلاثه واطفي عليها واغطيها واخلي السميد يفتح لحاله. يعني هيك بس بلشت تغلي معكم هيك نقصوا النار غطوها كمان غليتين ثلاثة مو أكتر، بترجعوا بتطفوها وبتخلوها السميد رح يفتح فرح يشرب هاي المي كلياتها. بنخليها على طرف، بدي أنظف عندي هون شوي، هاي السمنة لسه بحتاجها. عندي هون بقى بدنا نشتغل بالعجين، عنا عجينة البات فايتي مثل ما قلت لكم. نجيب الفارينة القشطة عندي بردت، نحط شوية فارينة، بدي أخلي شوي هون جنبي مشان إذا احتجتها. حلال وحاولوا تفتحوها من النص وانتوا رايحين لفوق ولتحت لحتى ما تكسروا الطبقات تبع العجين. خلص بدي اطفي على المامونية واخليها تشرب لحالها على مهلها. ضلوا حركوا العجين لحتى ما يلزق عندكم. وإذا بكون العجين بارد بكون أفضل. أنا سماكة العجين عندي هيك بتكفي. بدي اجيب سكين واقطع هاي الاطراف كلياتها. حاولوا ما تجروا جر لحتى الطبقات تضل محافظة على شكلها. هلا بدنا نقطع مستطيلات. نرجع نقطع مربعات
نجيب القشطة، وبدي اجيب بلاتو يدخل للفرن. نحطه هون، نحط معلقة قشطة في النص ومنسكر. ومن هون خلوها هيك مفتوحة لحتى الطبقات تطلع. اللي بيحب القطعة تكون أصغر من هيك ممكن يصغرها. أنا هيك لأنه الشعبيات عنا بتتقدم بتكون حجمها كبير يعني، فأنا عملتها بحجمها الطبيعي. تمام، هدول خلوهم رح اكملهم. بدنا ندخل الشعبيات على فرن درجة حرارته 180، ممكن تاخذ معي من 20 ل 25 دقيقة. الشعبيات بالفرن المامونية، مع انه ما لازم افتح عليها بس رح افتح لاورجيكم شكلها. شوف لسه بتشرب المي اكتر، رح ارجع اغطيها بسرعة. البامة اذا شفتوني زينتها وحطيت لكم اياها جاهزة، راس النعناع كمان جاهزات. بنروح فاصل وبنرجع وبتشوفوا اطباقي على الطاولة. فاصل. هاي اطباقنا لليوم صارت جاهزة، عملنا مع بعض البامة بزيت لمحبين الاكل النباتي، بامة ثوم بصل هذا الاساس، زينتها بشوية كزبرة خضراء. اللي بيحب يقلي مع البصل والثوم الكزبرة الخضراء ما في مشكلة، انا حبيت بس هيك زينة خفيفة. طماطم فريش، اكلة ولا اطيب من هيك. عملت لمحبين اللحم لحتى نرضيهم راس النعناع، اكلة سهلة كتير لكن طيبة كتير، وصدقوني جربوها ورح تحبوها كتير. منقدم معها صلصة عبارة عن ثوم وليمون ورشة نعناع يابس، بما انه هي راس بالنعناع يعني فيها نعناع، زيناها بعرق نعناع. لمحبين الحلويات عنا مامونية وشعبيات. اجت على القافية. المامونية حكيت لكم قصتها، قصتها التاريخية، زينتها بشوية قشطة او قيمة، فستق حلبي، رشة قرفة. والشعبيات عملتهم على طريقة ستات البيوت، ما عملنا هديك العجينة الصعبة تبع الشعبيات وقعدنا اشتغلنا فيها، سهلة كتير. زينتها بشوية سكر بودرة وفستق، اللي بيحب يزينها بالقطر يحط لها قطر معلش، لكن سكر البودرة هون بكفية. كتروا السكر لأنه هي عبارة عن عجين ما فيه أي نكهة غير الزبدة، ومن داخل القشطة ما فيها سكر، فبدها نسبة سكر لأنه هي حلو. زيناها كمان بالفستق الحلبي. بدكم تبدلوا الحشو من جوا ما في مشكلة. هاي أطباقي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. كونوا دائما معي من مطبخ سفاري. سلام.